فاتحة خير لما سيجري في هذه المدينة من إصلاحات مستقبلية إن شاء الله. هذا الصرح العلمي والثقافي الكبير الذي انتصب في الموصل له دليل كبير على ديناميكية وحيوية هذه المدينة المعطاء. وعند هذه الساعة بإذن الله روضة من رياض الموصل الراقية، ويحق لنا أن نقول إنها تختزل الكثير من صفحات حياة من أنجبتهم هذه المدينة عبر التاريخ. إني أبارك قاعة الأخيار في مركز يزدان في الأزهار، هو مركز المحبوب يوسف عندنا، سجع الحمام به مع الأسحار. كم ألف عام قد مضت فيها أقمت حضارتي، العهر يلحق بالعدا وأنا سيبقى العز لي، أنا موصلي. التكريم الآن للأستاذ غازي قيصر، وينيب عنه بالسلام والدرع الأستاذ جاسم عثمان. هذه القاعة هي معلم من معالم المدينة راح تكون، لأنه أولا تجمع نشاطات متعددة ونشاطات كبيرة. النشاط الأول هو قاعة اجتماعات وبنفس الوقت قاعة محاضرات، وهذا في جانب، والجانب الآخر هي راح تكون قاعة معارض فنية مختلفة لفناني الموصل في مختلف توجهاتهم. والنقطة الثالثة هي إقامة دروس، والدروس تحديث كثيرة أنواعها، أشوف لربما يأتي الخط في مقدمتها أو الزخرفة أو الفنون الأخرى. فهذه فإذا هي صرح فني وعلمي من صروح هذه المدينة إن شاء الله. وأهم ما بها أنه كل شيء فيها بالمجان، لأنه هذا الذي تفتقده المدينة من بعض الجشعين. حقا هذه المناسبة هي مناسبة سعيدة تؤكد على حيوية الموصل وعلى قدرتها على النهوض والتخلص من كل الأدران والمفاسد التي والتحديات التي تواجهها هذه المدينة. هذه الاحتفالية حضرها عدد كبير من مثقفي وفناني الموصل، وبالتأكيد هذا المعلم البارز من المعالم الثقافية قاعة يوسف ذنون سوف تكون مفتوحة للفنانين التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين ولكل من يريد أن يعرض أعماله في هذه القاعة. بالتأكيد سوف تكون إضافة نوعية للصروح الموجودة والمؤسسات والتكتلات الثقافية والفنية في هذه المدينة الحبيبة مدينة الموصل. أحظيت بشرف الافتتاح هذا المركز والافتتاح القاعة الجديدة، لأنه صدفة كان سفري من نيوزيلندا إلى الموصل، فكان شرف إلي وأيضا فرحة إلي بأنه أحضر الافتتاح والحمد لله. وهذا الشيء يعتبر فتشيء كبير بالموصل بفضل من بعد فضل الله وبعد فضل أستاذي الموصلي عمّا يوسف ذنون، فهذا الشيء غسل كثير كثير من الهموم اللي قاستها الموصل من الأشياء اللي صارت، من الدمارات اللي صارت بالموصل، أيضا أنا الأشياء اللي صارت بي فكانت مثل غسل وفرح إن شاء الله، وإن شاء الله كل الحزن والدمار كله يروح ونبتدي صفحة جديدة نحن المواصلة. وإن شاء الله الله يوفق هذا المركز ويطول بعمر عما يوسف ذنون، ونكون كلتنا يد وحدة وآصرة وحدة في سبيل نهوض الموصل. منذ تأسيسها آثرت قناة الفضائية الموصلية على تغطية كافة النشاطات الثقافية والعلمية والفنية وأيضا الخدمات، وقدمت كل الدعم للمبدعين في شتى المجالات. وما هذا التكريم الذي قدمه الأستاذ والعلامة الكبير يوسف ذنون إلى الأستاذ غازي فيصل مدير عام قناة الفضائية الموصلية إلا دليل على عمق العلاقة بين قناة الفضائية الموصلية ومثقفيها. وبهذه المناسبة نتقدم وبخالص التهاني والتبريكات إلى
شيخ الخطاطين العلامة الكبير الدكتور يوسف ذنون على افتتاح هذا الصرح الثقافي الكبير الذي سيحتضن كافة المبدعين في محافظة نينوى. حضرنا هذا اليوم بدعوة من الأخ الأستاذ نبيل الحريثي إلى مركز يوسف ذنون للدراسات في حي الأندلس لافتتاح قاعة للثقافة والفنون والفكر والأدب، وحضر معنا أساتذة من جامعة الموصل ومن الكتاب والأدباء، وكان حفل راقي جدا افتتاح القاعة، وهذه تخدم مدينة الموصل إن شاء الله. ونشكر قناة الموصلية السباقة في نقل الأحداث الثقافية والفنية في مدينة الموصل.